مع السلامة واضح، مرحبا بكم في تونس. وديجا معناتها لقيتوا هذايا في الاقتناع في الشارع، نشوف الرياكسيون نتاع الناس يقولوا اه نتاع اللي عزف في التران، الطفل اللي عزف في التران، هذه الطفل اللي عزف في التران جات بوغ لا بروباغندا. نقرب للناس راه مش معناتها بداعي الشهرة، لا، نقرب للناس باش يعرفوني انا الموسيقى نتاعي توصل للناس. الموسيقى البليباغ اللي نعملها هي تكون قريبة للروح، ماهيش موسيقى كوميرسيال. الموسيقى اللي نحبها توصل للروح، توصل للأحاسيس، توصل للناس اللي بالحق تعيش في ضغوطات اجتماعية كبيرة برشا باش تحاول تفرهد عليهم. مي بشوية بشوية بداوا يعرفوا اسمي، العباد بدات ترجع لليوتيوب وتشوف الفيديو بتاعي، يتابعوا فيه على ساوند كلاود، على الانستغرام، على الفيسبوك. هذيك هو الاوبجيكتيف بتاعي، الاوبجيكتيف اني نقرب للناس.